بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. هنالك سورتان في القرآن نقرأهما في الصلاة معا لارتباط وثيق بين السورتين، وسيتبين ذلك من خلال هذا التفسير المختصر. القرآن الكريم يذكر حدث تاريخي مهم، نقل في حياة الأمة وبالأحرى حول بيته الحرام. قوم هجموا على البيت الحرام بأدوات أو بعدد لا سابق للعرب بها، الفيل بمنظره الضخم يكفي لأن يكون مرعبا لمن لم يألف الفيلة، فكيف إذا كان العدد كبيرا جدا؟ والرواية التاريخية تقول أهل مكة فروا إلى الجبال، ما بقى في مكة إلا شخصيتين: عبد المطلب كان قائما على سقاية الحاج، وشيبة بن عبد الدار كان على حجابة البيت. هؤلاء استقاما حول البيت. اللطيف في الرواية التاريخية، انظروا إلى إلى اطمئنان قلب البعض بالله عز وجل. عبد المطلب جد النبي رب العالمين، أهله لأن يكون صاحب هذا الحضن المبارك لحفيده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. المهم صارت مفاوضات ليتم اللقاء بين عبد المطلب وبين ذلك الغازي الذي جاء من بلاد بعيدة. توقع طبعا أكرمه احترمه لأن هذا زعيم العرب وهو الكريم في قومه. الجميل أنه أجلسه جلسة محترمة لزعامته ولكرمه، وقال: ما حاجتك؟ وإذا به يفاجأ أن يطلب منه 200 من الإبل صودر في هذا الهجوم الغاشم كما يقال. فقال: زهدت فيك، يقول: رأيتك أعجبتني ثم تكلمت فزهدت فيك. قال: ولم أيها الملك؟ قال: أني جئت إلى بيت عزكم، الكعبة بيت عز العرب، فجئت لأكسره، وكلامك حول 200 من البعير. أنت إنسان لم أتوقع منك هذا الكلام. وانظروا إلى جواب عبد المطلب كيف أجاب، قال: أنا أكلمك في مالي، ولهذا البيت رب هو يمنعه. أنا رب هذه الإبل كما يقال، وللبيت رب يحميه. انظروا إلى اطمئنان القلب بنصرة الله عز وجل لعباده. لا هم إن المرء يمنع رحله فامنع جلالك، يعني يا رب الإنسان يدافع عن عرضه، هذا هو مسؤوليته. يا رب فامنع جلالك، لا يغلب بصليبهم ومحالهم عدوا محالك، لا يدخل البلد الحرام إذن، فأمر ما بدا لك، الأمر إليك يا رب ما بدا لك. رب العالمين ما قصر في نصرة بيته، البيت مقدس، فكيف إذا كان المجموع مشركون حول البيت؟ ولكن رب العالمين يدافع عن بيته، عن قدسه، قدس من بيته الحرام، فأرسل عليهم طيرا أبابيل. طير صغير في بعض النصوص التاريخية كانت تحمل 3 قذائف، هذه الطائرات هذه الأيام تحمل 2 أو 4 قذائف، قذيفة بمنقارها وقذيفة برجليها، 3 قذائف كانت ترسلها عليهم. ويقول: لا يقع من حجارتهم على بطن إلا خرقه، ولا عظم إلا أوهاه وثقبه.
نعم حجارة مسددة من عالم الغيب، سهام الله تختلف عن سهام الناس، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إذا كان الرامي هو الله عز وجل، انظروا إلى نصرته في بدر. إذا كان الذي يقصف هو رب العالمين فجعلهم كعصف مأكول. كيف إنسان يأخذ شيء فيه لب وفيه قشر، يأكل اللب ويرمي القشر؟ في فصل الحصاد عندما يحصدون القمح ماذا يعملون؟ يأخذون اللب وإذا بالقش هذا يتناثر في الهواء، فجعلهم كعصف مأكول. هذه قصة قصيرة في آيات، الدرس العملي منها ما هو؟ وجعل رب العالمين، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل. هذا الكيد لم ينتج، كان في ضلال. معنى ذلك إخواني أن الإنسان عليه أن يعتقد بأن المباركة من الله عز وجل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أنت افعل ما شئت، ولكن رب العالمين يوفق بين المقدمات وبين النتائج. لا كل زارع يحصد، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ بني آدم أضخم مشروع على وجه الأرض خلقة بني آدم في أحسن تقويم، ولكن رب العالمين نعم يقول أنتم تخلقونه أم نحن؟ أفرأيتم ما تمنون؟ أنت عملك شهوة في جوف الليل، والقرآن لا يجامل، يقول أرأيتم ما تمنون؟ هذا الذي يوجب لكم الجنابة، هذا عملكم، ولكن نحن الخالقون. انظروا إلى تصرف رب العالمين في عالم الخلق. إذن إخواني، البعض منا يريد أن يشاطر، إن صح التعبير، بجهده، بشطارته، بمكره، بحيلته، أن يحقق الأهداف. أنت قم بعالم الأسباب كما قام إبراهيم الخليل. كلمة أخيرة، إبراهيم عليه السلام جاءه النداء بالأذان في الحج، تعرفون رب الخليل كما في الرواية على نبينا وآله وعليه السلام. الآن كيف يبلغ النداء؟ لا فضائية، لا إذاعة، لا صحافة، في واد غير ذي زرع، ليس هنالك من بشر يؤذن في من؟ فجاء الوحي، مضمون الرواية، عليك النداء وعلينا البلاغ، نحن ننشر الخبر. أنت صح في المسجد الحرام في وادي غير ذي زرع، ونحن نعم يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، إلى آخره. هكذا رب العالمين إذا أراد أن يبارك يبارك، حديث قدسي ختامه مسك، إذا أطعت رضيت، وإذا رضيت باركت، وليس لبركتي نهاية. إذا أطعت رضيت، وإذا رضيت باركت، وليس لبركتي نهاية. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اجعل سعينا مقبولا عندك، إنك على كل شيء قدير. والفاتحة مع الصلوات.